للمتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية. دكتور عبد المنعم، يعني متوقع أن يكون التعاون في مجال الأمن الغذائي وأمن الطاقة أولوية في ما يتعلق بالاتفاقات فيما بين الجانبين، هل تتفق أيضا مع هذا الرأي؟ بكل تأكيد العلاقات المصرية البولندية علاقات يمكن امتدت من 1927، يمكن حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا لم يرتقي لقوة العلاقات. احنا بنتكلم في تبادل تجاري في حدود 800 مليون دولار سنويا، وده رقم منخفض. النهاردة بولندا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية عندها عبء كبير من الناس اللي تم تهجيرهم إلى أو دخولهم في الأراضي البولندية، أيضا أزمة الطاقة، أزمة الغذاء الموجودة في الدول التي كانت بتعتمد اعتماد كلي على روسيا وعلى أوكرانيا. وبالتالي النهاردة بولندا بتحاول أنها تدعم هذه الدول بتصدير جزء كبير من الحبوب، وبالتالي فإن ملف الطاقة ده مهم جدا، وأيضا ملف الغذاء، دول هيكونوا على أولويات التعامل أو التعاون بين مصر وبولندا في المرحلة القادمة. ربما المجلس التعاون المصري البولندي، مجلس رجال الاعمال، هيكون له دور بارز في هذه يعني المناقشات وهذه الحوارات، بحيث يكون هناك تبادل لرجال الاعمال وعلاقات تجاريه تزيد من حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال المرحله القادمه. نعم. كل من الدولتين لديهم اشكاليه، مصر لديها اشكاليه في استيراد الحبوب وعلى الاخص القمح والذره وكثير من الغلال. ايضا يوجد لدى بولندا انها تستطيع انها تصدر الحبوب بكميات اكبر مما كانت معتاده عليه للدوله المصريه، وبالتالي ممكن ان يكون جزء من حل المعضله او الاشكاليه الغذائيه في مصر بسبب الحبوب من بولندا، وده شيء جيد، خاصه انه هيبقى بنفس الاسس او نفس الاتفاقيات التي تمت ما بين مصر واوكرانيا وفي وقت سابق. وبالتالي احنا بعتقد انه الافضل انه يكون الحديث ليس فقط على الطاقه وعلى الغذاء، لكن ايضا على التبادل السياحي، لان احنا عندنا عدد سائحين او احد الاسواق اللي مصر بتستهدفها خلال الفتره القادمه السوق البولندي، لان السوق البولندي بيطلع منه في حدود من 4-5 مليون سائح على مستوى العام. وبالتالي ان مصر لو استطاعت انها تاخد حصه في حدود 20%، يعني مليون سائح يجي لنا من بولندا، اعتقد ده هيكون شيء جيد وهيعوض جزء من السياحه المفتقده من روسيا واوكرانيا اللي هي بتزيد عن 4.5 مليون سائح افتقدتهم مصر خلال بسبب الازمه الروسيه الاوكرانيه. طيب كيف يمكن تعويض ذلك؟ يعني في السابق كانت هناك مبادرات، يعني تحديدا في عام 2020، مثل إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية. هل نحن بحاجة في رأيك إلى مزيد من برامج التحفيز لتشجيع السياحة البولندية؟ أو أولا ممكن بولندا من الدول اللي يعني أضافت مصر على القائمة الخضراء وسهولة دخول المصريين إلى بولندا، وأيضا مصر النهاردة في الفترة القادمة تسهيل الإجراءات السياحية موجود على ليس للدولة البولندية فقط، لكن موجود لكثير أو كثير من الدول والأسواق اللي بتستهدفها الدولة المصرية. إحنا محتاجين فقط عملية تسويق جيد للسياحة والأماكن السياحية الموجودة في مصر، وجود خطوط طيران بشكل أسبوعي أو دوري بين مصر وبين بولندا بشكل كبير، بحيث يكون هناك سهولة لحجم السياحة أو تسهيل حجم السياحة. البعثات البولندية في مصر يمكن بيزيد عن حوالي 14 بعثة موجودة، 14 بعثة أثرية دي موجودة، وبالتالي أن كل ده هيكون مستهدف خلال المرحلة القادمة، أن يكون هناك زيادة في عملية الأعداد اللي بتأتي من السوق البولندي كسوق سياحي وافد للدولة المصرية. نعم دكتور عبد المنعم، يعني كان هناك اتفاق تعاون سابق بين بنك مصر والبنك المصري لتنمية الصادرات مع بنك التنمية البولندي، إلى أي مدى ساهم ذلك في التعاون في المجال المصرفي من خلال تمويل المشروعات المشتركة؟ التعاون ده سهل حاجات، سهل أول حاجة جزء زيادة التبادل التجاري، إحنا بنتكلم في التبادل التجاري زاد بحوالي أكتر من 26% عام 21 عن عام 2020 وعام 2019، وأيضا هيزيد من عملية التعاون المصرفي ما بين
الدولتين بشكل كبير، بمعنى ان يكون هناك حريه حركه دخول ورؤوس الاموال من والى بولندا ومن والى القاهره بشكل يعني اسهل وايسر في الاجراءات في تحرك رؤوس الاموال بين الدولتين لرجال الاعمال والاستثمارات بشكل افضل. وبالتالي التعاون ده يكون حجر اساس في زياده حجم الجزء الاولاني تبادل تجاري وزياده حجم الاستثمارات البولنديه في مصر، لا سيما ان النهارده مصر بعد الاجراءات اللي بيتم اتخاذها حاليا في تحفيز المستثمرين الاجانب والمستثمرين المحليين من اعفاءات ضريبيه، من اعفاءات جمركيه، من خطط للتوسع في التصنيع في مصر وتسهيل الحصول على الاراضي بحق الانتفاع وترخيص حتى قيمه التملك والتخصيص للاراضي، اعتقد تكون نقطه جاذبه للاستثمارات البولنديه بشكل كبير. النهارده عدد الشركات البولنديه في مصر لا يتجاوز 134 شركه، وده عدد منخفض للغايه. فاحنا الفتره القادمه بولندا بتعاني من اختناق بسبب هذه الازمه الروسيه الاوكرانيه، وبالتالي بتحاول تجد منافذ جديده. مصر لها دور ريادي ولها يعني نقطه مضيئه على خريطه الاستثمار العالمي في منطقة الشرق الأوسط، لديها خطط استيعابية لمزيد من الاستثمار، فأعتقد هناك تعاون مثمر لو استغلناه صحيح بطريقة صحيحة عن طريق أن يكون هناك اتفاقيات ملزمة بين الطرفين بزيادة التسهيلات أيضا توفير الأراضي للمستثمرين البولنديين بشكل جيد، فتح مشروعات وآفاق رجال الأعمال والغرف التجارية هيكون عليها عبء أيضا كبير في هذه المرحلة، انها من خلال البعثات المتبادلة التجارية يكون هناك الوقوف على احتياجات الدولة البولندية، وتستطيع مصر انها تزيد من حجم صادراتها الى بولندا بشكل كبير. نعم، كيف يمكن في رأيك ان تكون مصر مدخل لبولندا ايضا في الشرق الاوسط، بما ان مصر دولة محورية تتميز بمميزات اقتصادية كما تفضلت، لكنها ايضا لها تأثيرها على المنطقة؟ بلا شك مصر دولة كبيرة، هي أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط، أيضا الكبر يعني سياسيا واقتصاديا، احنا لدينا سياسات اقتصادية واضحة، يمكن حققنا نجاح بشكل كبير خلال المرحلة الماضية، يمكن مصر من الدول القليلة اللي كانت يعني حققت معدل نمو اقتصادي خلال أزمة فيروس كورونا كوفيد-19، يمكن تجاوزت 3.6%، ويمكن دي مصر كان ضمن 18 دولة على مستوى العالم المحققة لهذه النسب الإيجابية. وبالتالي لدى مصر فرص استثمارية، تستطيع الدولة البولندية وهي تحاول الآن الخروج من هذا المأزق بالتعاون وفتح علاقات اقتصادية واستراتيجية مع دول في أوروبا وفي دول شمال أفريقيا تحديدا، في دول في آسيا، في منطقة الخليج، وبالتالي هيكون لدينا فرصة ذهبية إن احنا نستطيع التعاون مع دولة بولندا بشكل جيد. وبالتالي إذا تم التعاون وكان هناك يعني استثمار حقيقي وفائدة، هيكون هناك عائد لدول أخرى، يعني هيكون جاذب هذا الموضوع لدول أخرى زي ليتوانيا وبعض الدول المجاورة لروسيا وأوكرانيا، وبالتالي هذه الدول هتجد في مصر منفذ لزيادة استثمارات، لزيادة حجم تبادل تجاري، لوجود منفذ لعلاقات اقتصادية قوية بشكل كبير. طيب، كانت هناك تجارب سابقة يعني لعمل وحدة أبحاث تسويقية تضم خبراء من مصر وبولندا من أجل تحديد قاعدة المعلومات، فتح أسواق في مناطق جديدة في بولندا، أيضا إدخال سلع مصرية جديدة للأسواق البولندية. هل نحن بحاجة إلى المزيد من التحديث لهذه الأبحاث لدراسة السوق البولندي وبالتالي التعامل مع احتياجاته لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر؟ بكل تأكيد نحن نحتاج إلى تحديث هذه قاعدة البيانات والوقوف على احتياجات الدولة البولندية الآن. بولندا يمكن خلال العشر سنوات الماضية تغيرت بشكل كبير في التقدم الاقتصادي، التقدم العلمي، أصبحت من دول متقدمة بشكل كبير، كان هناك مستهدف أنها تنضم إلى حلف الناتو، أيضا انضمامها لكثير من التحالفات العسكرية والتحالفات الاقتصادية في أوروبا نتج عنه تفوق اقتصادي لدولة بولندا بشكل كبير. وبالتالي تحديث هذه البيانات، يمكن أنا قلت من قبل أنه الغرف التجارية وبعثات رجال الأعمال والوقوف على احتياجات الدولة البولندية من حجم الواردات الخاصة بها
ممكن مصر تكون بتعوض جزء كبير جدا عن في هذه الواردات البولندية، وبالتالي انها مصر تزيد من حجم صادراتها الى الدولة البولندية. وايضا ان هناك كان علاقات اقتصادية ما بين روسيا وبين اوكرانيا، خاصة في مجال المنسوجات، مجال الغذاء، وطبعا مجالات اخرى يمكن، لكن في بعض قطاعات تستطيع الدولة المصرية انها تدخل كبديل جيد وبديل مميز بين روسيا في التعامل مع بولندا. وايضا في الغاز احنا بنتحدث على ازمة غاز طاحنة في النهاردة بتعاني منها بولندا بسبب هذه الأزمة الاقتصادية، وبالتالي مصر ممكن يكون هناك عوض من خلال مشروعات يتم عملها ما بين مصر وما بين بولندا. نعم، أيضا كانت هناك يعني تاريخ طويل من المشروعات المشتركة في مجالات تصنيع ألبان الأطفال، في معالجة النفايات، في تصنيع المادة الخاصة برصف وتثبيت الطرق. هذه يعني علاقات تتميز بالتنوع، وبالتالي هذا تحتاج مصر أيضا فيما يتعلق بالاستثمارات البولندية. مصر في حاجة كثيرة لمجموعة من المشروعات، يمكن مشروعات الطاقة المتجددة، والنهاردة الدولة بتعول عليها بشكل كبير، وممكن يكون لبولندا دور كبير جدا خلال الفترة القادمة في هذا القطاع. أيضا في مشروعات الطاقة، في مشروعات الاتصالات، تقدم بولندا في هذا المجال أيضا هيكون بشكل كبير. المقابلات اللي هتتم باذن الله ما بين الرئيس البولندي ورئيس عبد الفتاح السيسي، اعتقد انها هيسمع عنها باذن الله يعني تحديد وضع اقتصادي وتنموي ما بين الدولتين، وايضا هيكون هناك الحديث عن مجالات وقطاعات بعينها. اتوقع ان يكون هناك اتفاقيات يتم التوقيع عليها في مجال الطاقه، في مجال الغذاء، في مجال التبادل التجاري، في مجال عمل مشروعات خاصه بالمشروعات البيئه والمشروعات البيئيه، ايضا مشروعات الاقتصاد الاخضر والطاقه الخضراء. هيكون ده مجال حديث ومجال اتفاقيات هينتج عنه باذن الله مشروعات استثماريه وزياده في حجم التبادل التجاري. وزي ما قلت انه النهارده لو مصر نجحت انها تستقطب بولندا، هيكون ده فتحه خير على الدوله المصريه انها تستطيع انها تستقطب بعض الدول اللي موجوده في اوروبا الشرقيه زي ليتوانيا وغيرها المتلاصقه مع روسيا واوكرانيا، والتي بتعاني من الازمه الاقتصاديه او الازمه الروسيه الاوكرانيه الموجوده حاليا ويعني بشكل كبير، وتحاول على ايجاد منفذ. نحن قدام نموذج لو تم استغلاله بشكل جيد وبشكل متميز، ويعني استطيع ان اقول ان الدوله المصريه قادره انها يعني تجذب استثمارات من بولندا، تعمل مشروعات تفيد البلدين بشكل كبير، هيكون ده ليه عوائد ليس فقط في العلاقات ما بين مصر وبولندا، ولكن ايضا في العلاقات ما بين مصر وبين الدول الاخرى الموجوده في اوروبا الشرقيه. اذا يعني دكتور عبد المنعم، تراها زياره اقتصاديه بامتياز، ام ترى ان قد يكون هناك جانب ايضا من التعاون في المجال العسكري؟ يعني هذه الزيارة أعتقد الحديث الاقتصادي هو اللي هتكون الأغلب والأعم، لكن لا شيء يمنع أن يكون هناك حديث عن تعاون عسكري في مصر. النهاردة متقدمة عسكريا، النهاردة الجيش المصري من أفضل 12 جيش على مستوى العالم، وبالتالي أيضا لدينا إنتاج سلاح متميز خاصة في بعض القطاعات أو المجالات العسكرية، وبالتالي ممكن يكون هناك تعاون عسكري مع بولندا في انتاج قطع حربيه او في تصدير او في استيراد قطع عسكريه ما بين الدولتين. لكن الحديث الاغلب والاعم هو هيكون حديث اقتصادي مما تعاني منه الدوله المصريه. لديها ازمه بسبب القمح وبسبب السياحه وبسبب الطاقه نتيجه الازمه الروسيه الاوكرانيه. بولندا لديها نفس الازمات بسبب زيادة العبء التي أتى إليها من الوافدين من الهاربين من أوكرانيا بشكل كبير، ويمكن تجاوز عددهم حوالي 2 مليون مواطن من أوكرانيا. أيضا وجود زيادة في الطاقة، انخفاض الحجم الاستثمارات والمشروعات لديها، وجود أزمة حقيقية. فبالتالي الدولتين في التعاون الاقتصادي بينهم من بعض هيكون بإذن الله مثمر في مجال الاقتصادي، ويمكن ده الحديث او الشغل الاساسي او ركن الرقيم في العلاقات ما بين مصر وبين بولندا خلال المرحله القادمه باذن الله. يعني ترى ان الجانب الاقتصادي سيكون طاغي على هذه الزياره، هل نتوقع مجالات يعني
جديدة في التعاون بين الجانبين، يعني تحدثنا عن أمن الغذاء والطاقة أنه سيكون أولوية، لكن هل تتوقع قطاعات أخرى؟ أتوقع يمكن الطاقة الخضراء، الطاقة المتجددة، أتوقع يكون في زيادة في مشروعات غذائية. يعني هو القطاع الغذائي يمكن هو ده أفضل القطاعات، أو هو ده القطاع اللي هيبقى الكبير أو المثمر، وأيضا القطاع الصناعي، يعني الصناعات التحويلية أعتقد أنها تكون فيها جزء كبير من الاهتمام بين الدولتين بشكل كبير. طيب تحدثت دكتور عبد المنعم عن الاقتصاد الأخضر، أكيد العالم يترقب مؤتمر الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر القادم في شرم الشيخ، هل بولندا من الدول التي يمكن أن تتعاون معها مصر في مواجهة ملف التغيرات المناخية، إيجاد تكنولوجيات بديلة في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر؟ أو بولندا من الدول المتقدمة زراعيا ومتقدمة أيضا في قطاعات صناعية وخاصة الصناعات التحويلية، ولكن خلينا نتحدث عن أزمة المناخ. هي أزمة عالمية بيعاني منها العالم ككل. النهاردة منظمة الفاو أعلنت أنه الحاصلات الزراعية انخفضت حجمها بنسبة 33% في عام 2021 نتيجة وجود يعني تغيرات كبيرة في المناخ بشكل كبير، وبالتالي هذه الأزمة يعاني منها الجميع. يمكن كان آخر مؤتمر نادى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تتحمل الدول المتقدمة يعني عبء ما أفسدته في التغيرات المناخية، ويمكن يكون هناك صندوق يتم وضع فيه 100 مليار دولار لتعويض الدول النامية والدول الناشئة في مما يعني لحق بها من يعني سلبيات بسبب التغيرات المناخية. وبالتالي حديث الساعة على مستوى العالم هو التغيرات المناخية والتأثير الخاص أو التأثير السلبي لها. المؤتمر القادم النهارده الدول كلها بتسعى انها تقوم بتقديم مشروعات تتحول ما يطلق عليه الاقتصاد الاخضر، الاقتصاد اللي بيحافظ على البيئه بعيدا عن الانبعاثات السامه والانبعاثات الكربونيه التي تضر البيئه بشكل كبير. وبالتالي ممكن يكون هناك تعاون في مصانع تكون صديقه للبيئه، في تعاون في طاقه خضراء. ايضا هيكون هذا المؤتمر اللي باذن الله اللي هو كوب 27 ده هيكون له مكسب على المستوى الاقتصادي، لانه هيساهم في مصر طبعا في ترويج سياحي، ايضا هيكون من خلاله في استثمارات وشراكات دوليه واقليميه بشكل كبير. نعم، مصر طبعا كما تفضلت من الدول التي تنادي بان يتحمل يعني او تتحمل الدول الكبرى مسؤوليتها في تسببها عن التغيرات المناخية، هل ترى أن بولندا داعمة لمصر في هذا الطرح؟ طبعا بكل تأكيد بولندا داعمة، وكثير ومعظم دول العالم كلها أيقنت خلاص أن هناك أزمة حقيقية. ربما كان الحديث عن التغيرات المناخية في السنوات الماضية يمكن لم يكن يشغل بال العالم كثيرا، وكلنا شاهدنا ترامب وهو يعني يخرج من اتفاقية المناخ في عام 2016، لكن النهارده بنتحدث عن العالم أدرك ان التغيرات المناخيه لها تاثير سلبي على الزراعه، على مكونات الحاصلات الزراعيه، على السلع، على خدمات بتقدم للمواطنين بشكل كبير. وبالتالي النهارده هناك اهتمام عالمي باهميه التغيرات المناخيه بشكل كبير، وبالتالي بولندا وغيرها من الدول هي داعمه لمصر. مصر ايضا داعمه لأنها تتحول، يعني الخطة الاستراتيجية في الدولة المصرية أن يكون أكثر الطاقة الخضراء والمشروعات الطاقة المتجددة متأسف وفي الكهرباء، استخدامات الكهرباء هتزيد عن 27% من الوضع من حجم استهلاك الكهرباء في مصر والطاقة في مصر. وبالتالي دي نسبة كبيرة. النهارده أن مصر الآن في حدود من 7 إلى 10%، فنحن بنتحدث أن احنا في غضون 5 سنوات نصل إلى 27 أو 30% يكون هناك استخدام. أيضا توجه مصر إلى استراتيجية تصنيع السيارات من خلال سيارة كهربائية يكون فيها مكون مصري يزيد عن 50%، ويكون الطاقة نظيفة باستخدام الكهرباء بعيدا عن أي انبعاثات كربونية. كل ده النهارده بإذن الله أيضا مصر في نوفمبر هتكون في افتتاح لأكثر من مشروع بيتحدث أو يعني بيتعامل بالطاقة الجديدة والطاقة الخضراء بشكل كبير. وبالتالي ممكن ده يكون مجال كبير جدا ومجال حيوي للتعاون ما بين مصر
ومن بولندا بشكل كبير خلال المرحلة القادمة. وزي ما قلت انه القطاع الاقتصادي او الجانب الاقتصادي هو ده هيكون حديث الساعة. يمكن زيارة الرئيس النهاردة البولندي لمصر يعني هتتحرك حوالي 3 أيام هيكون الحديث كله اقتصاد. الوقت الموافق ليه يبين ان التوجه اقتصادي في المقام الاول. احنا بنجد وفد موافق ليه معظمه من الجانب الاقتصادي، وبالتالي هيكون في دور كبير على الحكومه المصريه لتشكيل هذا التعاون وخروجه بشكل افضل. ايضا الغرف التجاريه، ممثلي رجال الاعمال، مجلس التعاون ومجلس رجال الاعمال المصري البولندي عليه عبء كبير ايضا في المرحله القادمه. نعم، اشكرك جزيلا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاستراتيجيه.